مساء الخير. قطاع استنزف طاقمه بالكامل لإنقاذ حياة الناس، واجه كورونا باللحم الحي وانتصر، فأتته الأزمة الاقتصادية اللي توضعه على حافة الانهيار. ومع تأرجح الدولار غابت المستلزمات عن المستشفيات وصار المريض على الباب والله بعين. غابت أدوية السرطان والأمراض المزمنة، رافقة غياب حليب الأطفال، وبقي عنا الأكسجين ومستورد بيتحكم بحياة اللبنانيين بسياسة الاحتكار. وبظل هيدي الأزمات صرنا عم نشهد وصول أدوية مهربة وحليب مهرب مشكوك بصلاحيته. لحد اليوم بعدنا بدوامة كورونا مع متحوراتها، وكل يوم نشهد فيروس جديد، شي كوليرا، شي جدري قرود، وشي التهاب كبد. بالحلقة الأولى من صحة دوز رح نعالج هالقضايا ونحكي بمشاكل القطاع الصحي مع ضيفة معالي وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال دكتور فراس الأبيض. منروح للمقابلة ومنرجع بعدها للاستوديو. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير بالحلقة الأولى من صحة دوز. أهلا. بداية إذا بدنا نبلش الحديث بآخر ما أنجزته وزارة الصحة وهو تطبيق مدلب، قد في إمكانية أنه ينجح لبنان بقطاع صحي ممكنًا بالكامل؟ يعني نحن ما في شك أنه الوضع أو إحدى المشاكل الأساسية اللي عم نواجهها بقطاع الصحة هو قلة الاعتمادات الموجودة، قلة الأموال، وهذا اللي تتطلب منها أنه نحن نصير عنا يعني استعمال جيد لأي اعتماد متوفر. ما في شك الجميع بيعرف أنه المكننة مش بس بالصحة، بشكل عام بتخلينا نحن نقدر نستعمل الموارد اللي عنا بطريقة أفضل، ولذلك وزارة الصحة اختارت موضوع المكننة بكل الإجراءات اللي بتعملها كطريق لحتى نحن نتأكد أنه هل الأموال الموجودة، هل المصادر الموجودة عنا عم نستعملها بطريقة جيدة، والدواء عم بيروح للشخص المزبوط. نعم. اليوم شو قدرة التتبع الميديتراك بمنع المخالفات وتمكين المريض من الحصول على الدواء؟ يعني نحن ما في شك أنه الميديتراك بالإضافة طبعاً للبرامج الثانية اليونيك آي دي والأمان، فرجتنا أنه بالفعل يعني نحن عم نقدر هالأدوية اللي عم تجي، رغم أنه نحن الأموال الموجودة منا كافية، ولكن على الأقل هالأدوية اللي كانت بالأول عم بتغطي 30% من هالمرضى تقريبا، لأنه هلأ نحن عم نتأكد أنه ما في هدر، ما في تخزين، أنه عم نقدر نغطي حوالي 80 أيام 90% من المرضى. فنحن منشوف أنه هيدي أهمية الشفافية، لما نتأكد أنه كل هالأدوية اللي عم تجي وين هي موجودة، وهل عم بتروح للمريض ولا عم تتخبى بمحل لحد ما يرجع يطلع سعره أو غيره. نعم. طب اليوم في موضوع التهريب، ما زلنا عم نشهد تهريب ويقال أنه من سوريا، تركيا وإيران، في معلومات أنه عن طريق مين عم بيدخلوا وكيف عم بيدخلوا؟ هلأ هيدا طبعا موضوع التهريب هو له علاقة بضبط الحدود، ونحن هون طبعا القوى الأمنية اللي هي مولجة بضبط الحدود عم تلعب دور، ولكن خاصة بين لبنان وسوريا نحن بنعرف انه في كتير حدود يعني غير رسمية اللي هي عم بفوت منها على لبنان، او ايام عم يظهر من لبنان كذلك يعني بضائع وأدوية وغيره. نحن لذلك يعني نحن من جهة عم نطلب من القوى الأمنية تقوم بأدوارها، ولكن من جهة تانية نحن عم نلعب دور مع تثقيف المريض وتحذيره، لأنه بعض هيدي الأدوية اللي دخلت على لبنان مثل ما شفنا بدواء بأحد أدوية السرطان من حوالي أسبوعين أو ثلاثة، أنه كان دواء مزور وأدى إلى أذية عند المريض. فلذلك نحن بهمنا أنه نثقف المرضى لحتى يعني ما يضطروا يلجأوا لهالأدوية. وطبعا التتبع دوره بأنه لما منوفر هالأدوية للمرضى ساعتها ما بيضطروا يلجأوا لأنه يجيبوا أدوية مزورة. اليوم لما يدخل الدواء أو الحليب المهرب على الصيدليات، أنتوا عندكم قدرة تعرفوا أنه هيدا مزور أو مهرب؟ نحن يعني هو عادة كل دواء، كل دولة في عندها يعني الأدوية عندها باركود معين اللي ممكن ينكشف بالمكنة بالبرنامج هيدا المدلب اللي حطيناه بيساعد على هيدا الموضوع.
بالإضافة لذلك هنالك يعني دور لازم تقوم في نقابة الصيادلة، وهالصيادلة اللي يعني ما مفروض إنه هن يحطوا بصيدلياتهم هالأدوية اللي هي مزورة أو مهربة، يعني هيدا كذلك في مسؤولية قانونية وأخلاقية على الصيادلة لازم يقوموا فيها. نعم، هل كان الحل اليوم برفع الدعم عن حليب الأطفال لمنع التهريب؟ نحن حليب الأطفال بحسب حسابات وزارة الصحة نحن نحتاج تقريبا بالشهر انه نشتري حليب اطفال بما يعادل $1,000,000. نحن كنا عم نشتري ب$2,000,000. فنحن يعني كنا عم نجيب نحن بحساباتنا حاجه السوق مضاعفه. ولكن مشكله الحليب اللي نحن عم نشوفه انه اول شيء منه هو مثل الدواء عنده هالباركودز اللي بتسمح لنا نتبعه. ثانيا ما بده مثل الدواء وصفات لحتى يجي حدا يشتري الحليب. سهل انه هو يتخزن لأنه ما بده برادات وما بده ويعني ومدة الصلاحية تعته طويلة، وهذا بيخليه أنه يكون كتير سهل لحتى العالم أنه هي تخزنه أو تهربه أو هالأمور. لذلك نحن لما درسنا يعني الملف بشكل كامل لقينا أنه الموضوع ضبطه مش سهل. بالإضافة لذلك يعني نحن الناس كمان بدها تتذكر أنه نحن كوزارة صحة الموضوع الأصلي بموضوع الحليب للأطفال هو الحليب الطبيعي، حليب الأم اللي هو مش بس بيأمن غذاء بل بيأمن كذلك مناعة وحماية وهالأمور. ووزارة الصحة ماضي يعني تفاهمات دولية على موضوع الحليب الطبيعي والرضاعة الطبيعية وهالأمور. فلذلك يعني نحن بنرجع منشدد على أنه الرسالة الأساسية لوزارة الصحة دائما هي أنه حليب الأم هو أفضل للرضيع من طبعا أي حليب اصطناعي. نعم، طب اليوم بعد رفع الدعم ممكن يتوفر بكميات طبيعية بالصيدليات؟ نحن هذا اللي عم نحكي مع الشركات وهذا اللي فهمنا من الشركات أنه هنالك كميات جاي كبيرة على لبنان. وطبعا نحن أنا يعني لأنه هلأ ما بقى في حافز لحتى يصير في تهريب أو لحتى يصير في يعني تخزين، ما في سوق سوداء، نحن وقفنا السوق السوداء، فأنا أكيد أنه حيصير الحليب متوفر بالكميات المطلوبة وأكثر. نعم. إذا بدنا نحكي عن مؤشر الأسعار بدي أستفسر منك أكثر، هو بيخلي أسعار الأدوية على سعر صرف الدولار؟ يعني هو مؤشر الأسعار طبعا أنت بتعرفي أنه نحن أدويتنا هي الغالبية العظمى منها هي يا أما مستوردة أو المواد الأولية اللي بتستعملها الصناعة الدوائية هي كذلك بتستورد هالمواد الأولية، وهذا بيخلي أنه هالأدوية وأسعارها مرتبطة بالدولار. اللي بيصير عم نشوفه نحن أنه هالصيادلي لما بيطلع يعني سعر الليرة أو يعني بمعنى يعني بتقل قيمة الليرة، هن بيصيروا بيحجموا عن بيع هالأدوية هيدول، لأنه أي دواء بيعتبروا أنه حتوقعهم بخسارة إذا بده يرجع يشتري مثله فيما بعد. ولذلك نحن مهم أنه نحن يكون المؤشر يعني إلى حد ما لاحق قيمة الدولار بالسوق حتى ما يصير في هالتخزين إن كان عن المستوردين أو عن الصيدليات واللي بيحرم هالمريض أن يوصل لدواء. نعم، ولكن اليوم الصيدليات كان عم بيحملوا المستوردين المسؤولية أنه هن ما عم بيسلمون الدواء بسبب تلاعب سعر الدولار. إيه، لأنه ما هو حسب إذا الدولار طلع أو نزل. فهن يعني إذا الدولار يعني بالليرة طلع فمعناتها بيصير يعني يا الصيدلي بده يخسر يا المستورد بده يخسر، وللأسف هذه كلها عم بتكون على حساب المواطن. طبعا الحل لهالموضوع مش هو المؤشر، الحل لهالموضوع انه يعني الليرة تستعيد عافيتها ويرجع الاستقرار للعملة، لانه ما في بلد بالعالم يعني بيتحمل انه تكون عملته عم يعني قيمتها عم تطلع وتنزل مثل ما عم نشوف نحن في لبنان. اليوم المستوردين انتقلوا لطريقه جديده وهي عم يفرضوا على المستشفيات انه يدفعوا ثمن الادويه نقدا. طب بظل غياب هيدي السيوله هل ممكن نرجع نشهد انقطاع لادويه السرطان وادويه الامراض المستعصيه؟ هلا ادويه السرطان وادويه الامراض المستعصيه لانها مدعومه فهي تاثرها بتقلب سعر الدولار اقل بكثير، ولذلك نحن توصلنا لاتفاق مع الشركات المستوردة ومع المستشفيات انه ينعطوا فترة سماح تقريبا حوالي الشهرين لهالأدوية اللي ما كتير بتتأثر بتقلبات يعني سعر صرف الدولار بسبب الدعم. طبعا هنالك المشكلة بالأدوية غير المدعومة، والشركات اللي عم بتقول انه نحن اذا دفعنا ثمنها بعد شهرين او ثلاثة
خلال هالشهرين بيكون يعني قيمة الدولار تغيرت و يعني خسرنا نحن أو ترتبت علينا خسائر. نحن بهذا الموضوع برجع بقول واضح أنه الأزمة المالية والاقتصادية اللي في لبنان عم تنعكس بشكل يعني سيء على القطاع الصحة، مثل ما شفنا نحن إن بغياب التمويل أو بسبب تلاعب سعر صرف الليرة، ونحن كقطاع عم نحاول إلى حد ما نلاقي حلول، ندور الزوايا لحتى نضل هالمستشفيات قدراني يعني تمشي من غير ما كذلك يعني يترتب أعباء على هالمواطن. نعم، اليوم يعني أدوية أمراض السرطان موجودة جزء، نحن صرنا عم نأمن خاصة للأدوية اللي على نظام التتبع. نحن فينا نقول انه عم نأمن صرنا حوالي 80-90% من المرضى اللي تنطبق عليهم الشروط، وهي انه يكون المريض لبناني ويكون علاجه ضمن البروتوكولات الموضوعة لهالأدوية. نعم، اليوم مصرف لبنان بده يعطي 90 مليار ليرة شهريا للمستشفيات ثمن الأدوية والأجور، ولكن النائب قال نائب المستشفيات أنه بده 200 مليار، فهل في مبادرات لوزارة الصحة لتدعم قريبا المستشفيات وخصوصا المستشفيات الحكومية؟ نحن بهذا الموضوع كنا بتنسيق متواصل معه للنائب، وكان أنا عندي زيارة لحاكم مصرف لبنان الأسبوع الماضي. نحن طبعا نتفهم مطالب المستشفيات، وخاصة أنه مثل ما ذكرنا عليهم أعباء لازم يعني يدفعوها كاش، لا إن كان لتجار الأدوية، إن كان المستلزمات، إن كان حق المازوت، تعرف أنت في انقطاع للتيار الكهربائي وغيره. فلذلك نحن ندعم مطالب يعني نقابة المستشفيات بهذا الموضوع، ومنطالب أن يكون في سيولة أكثر من الأموال اللي عم تتوفر لحتى يقدر يقوموا بواجباتهم تجاه المرضى. نعم. معليك هلأ رح ننتقل لمشاهدة تقرير صغير. الناس اليوم شو بتطلب من وزير الصحة؟ مننتقل لمشاهدة التقرير. إلى أمن الدواء للناس، الرأفة فينا بصراحة، بس مش أكتر من هيك، الرأفة فينا وبأهالينا. يعني بهالعمر مفروض يكون عنا أدوية ينظر بوضعنا، لأنه نحن عن جد ما بقى فينا. يعني أنا كمان رجعت بنت اضطرت احتاجت تدخل المستشفى، كمان فوقنا وتحتنا دفعنا. كتر خيره كتر خيره، أكتر من هيك شو بنقوله؟ بس يهتموا بهالمرضى يلي عم بيروحوا على مستشفى الحريري، مريض ويأمنوا لنا الأدوية. بس الله يعيننا لأنه كوارث. إنه أول شيء يعمل حماية للأطفال، لأنه نحن نصبنا H1N1 ونصبنا كورونا وما حدا نطلع فينا، وأدويتنا كانت كتير غالية. يجيب الأدوية لمرض السرطان، يجيب الأدوية للناس المعترة، ما بدها أكتر من هيك يعني. يجيب الحليب للأطفال. معليك بعد مشاهدة التقرير بدنا ناخد تعليق حضرتك. يعني أنا برأيي الناس اللي عم تطلبوا بهالتقرير هي حقها، يعني بالنهاية نحن بنعرف أنه الصحة هي حق للمواطن، والناس اللي عم تطلب هو أنه نحن نأمن للدواء ونأمن للاستشفاء، وهذا حقها. طبعا المشكلة الأساسية اللي عم نواجهها أنه بسبب الأزمة الاقتصادية القاهرة اللي عم نمر فيها، فالدولة إمكانياتها منا مثل قبل، وكثير من يعني الأموال اللي كنا نحن نأمن فيها قبل الدواء والاستشفاء هلأ حقيقة منا موجود. صح. نحن لذلك بهذا الموضوع حقيقة بالاعتمادات الموجودة نحن عم نشتغل على إيجاد حلول لتأمين الدواء، مثل موضوع مثلا إنشاء نظام التتبع، مثل موضوع أنه نحن نأمن الأدوية بمراكز الرعاية الأولية، مثل أنه نحن تنشيط الصناعة الدوائية المحلية. أنا بتفهم أنه الناس بدها الحلول بوتيرة أسرع، لأنه يعني الناس عم بتئن وتنوجع، ونحن حقيقة عم نحاول نلاقي هالحلول لهذه المشاكل. نعم، مرقنا بأزمة غياب مواد غسيل الكلى عن مستشفى المقاصد من فترة، وقيل أنه المواد علقانة بالمطار، فيك توضحنا شو كانت المشكلة؟ كانت المشكلة تماما أنه كان المستورد جاب المستلزمات، وصلوا نهار السبت على المطار، بس هو تأخر لخلص الأوراق
تبعوله، ولذلك البضاعة ما طلعت من المطار لنهار الثلاثة، وبعد تدخل من وزارة الصحة ومع الجمارك لحتى نحن خلصنا العيون. حقيقة نحن قلنا أنه هذا الأمر غير مقبول لهذا يعني المستورد، وأخذ إجراءات وقتها يعني لحتى نمنع تكرار هذا الموضوع، وإن شاء الله أنه هذا الموضوع ما بنرجع نشوفه بالمستقبل. اليوم في تغطية لوزارة الصحة بمستشفى المقاصد صحيح أكيد. لمرضى طبعا. غسيل الكلى طبعا وبكل المستشفيات يعني نحن، وهلأ نحن بعد القرارات الأخيرة وزدنا التعرف كذلك، نحن برجع بأكد أنه نحن مرضى غسيل الكلى عنا نعتبرهم كذلك هني أولوية مثل مرضى أمراض السرطان. في تصريح من نقابة المستشفيات بتأكد اللي أكدوا لنا إياه لوزارة الصحة، وهو أنه مرضى غسيل الكلى ما حيدفعوهم المستشفيات أي تكاليف إضافية لا ياخذوا علاجهم بها المستشفى. نعم، نسبة ضئيلة من مراكز الرعاية الصحية عم تشتغل، يعني حوالي شي 50 من أصل 262 مركز عم يشتغلوا، شو سبب توقف أغلبيتهم؟ لا هن مش بس عم يشتغلوا، هن المراكز عم تشتغل، ولكن الدعم اللي كان يجي من الخارج واللي كان بالأول يغطي فوق 150 مركز تقلص هلأ لحوالي 110 مراكز. طبعا السبب في ذلك هو انه يعني صار في خاصة بسبب الأزمة صار في ازدياد بأعداد المراجعين لهذه المراكز. نحن اشتغلنا حقيقة على تأمين دعم لهالمراكز من عدة يعني مصادر، واحدة منها هي مع منظمة الصحة العالمية اللي نحن قدرنا نأمن منها هلأ يعني ثلاث أضعاف كمية الأدوية اللي كانت تجي قبل، هلأ حتأمنت هاي وخلال فترة هالشهرين حيتوزع على كل المراكز، وهذا بيريح يعني المواطنين المراجعين بهالمراكز وبيأمن لهم أدوية خاصة الأمراض المزمنة. الموضوع الثاني كذلك نحن عنا قرض كان من البنك الدولي اللي هو بقي منه هلأ تقريبا حوالي شيء أقل من 40 مليون دولار، نحن هيدا القرض عم نرجع نحوله هلأ لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، واللي برأينا يعني نحن هي حتكون حجر الأساس بالنظام الصحي الجديد في لبنان، باستراتيجية وزارة الصحة للنظام الصحي الجديد في لبنان. نعم، معالي وزير الصحة دكتور فراس الأبيض شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. هيدي كانت أجوبة وزير الصحة بتغطية كاملة ومختصرة لقضايا القطاع الصحي وأبرز المشاكل يلي عم بيعاني منها المواطنين اليوم. استمعنا للناس ووصلنا صوتهم فيما وزارة الصحة مستمرة بجهودها، وهلأ نستعرض معكم كيفية تفعيل تطبيق مدلب. الصفحة الرئيسية منلاحظ في أيقونة بتسمح لنا نتحكم باللغة بين العربي والإنجليزي، وبخانة البحث نقدر نبحث عن اسم الدواء أو عن المكون، وأنا رح أبحث عن مكون اسمه باراسيتامول. ومثل ما عم يظهر في أربع خانات تفاصيل اسم الدواء المكونات والسعر بالليرة اللبنانية. من خلال الضغط على علامة الزائد نقدر نعرف تفاصيل متعلقة بالدواء مثل سعر الحبة، بلد المنشأ واسم الوكيل، ومنلاحظ أيضا وجود كلمة صنع في لبنان يلي بتعني أن الدواء تم تصنيعه محليا. إذا ما لقينا الدواء وحبينا نبرم على بديل نضغط على البديل ومنلاقي لايحة من الأقل سعرا للأعلى سعرا بكل الأدوية البديلة للدواء اللي عم نبرم عنه. نقدر أيضا نضغط على علامة الزائد ونعرف كل التفاصيل المتعلقة بالدواء البديل. أما لو حبينا نعرف سعر الدواء بشكل سريع فمنقدر نضغط على كلمة مسح الكود، وعند الضغط على أيقونة مسح الكود رح يطلب التليفون السماح لمدلب بالولوج للكاميرا، وعند إعطاء الموافقة رح يظهر إشعار بيطلب منا نتأكد أنه الرمز يلي عم نمسحه هو رمز ثنائي الأبعد، وبعد مسح الرمز رح تظهر كل التفاصيل المتعلقة بالدواء. وأخيرا بإمكاننا العودة بأي وقت لكل الأدوية اللي بحثنا عنها من خلال الضغط على أيقونة سجل البحث أو Search History بالصفحة الرئيسية يلي رح تعطينا نتائج كل الأدوية اللي تم البحث عنها. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظرونا بحلقة جديدة نهار الجمعة 7 المساء مع ضيف جديد ضمن صحة دوز عبر منصات موقع لبنان الكبير.